بعد لقاء سموه عددا من المسؤولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن فرحتنا الحقيقية هي حينما ننجز لشعبنا ونقدم له ما يرضيه، لأنه سندنا وعضدنا لأي تطور وتقدم تشهده مملكة البحرين، وأن صلابة المجتمع البحريني يكمن سره في الترابط والصلات بين أفراد هذا الشعب الذي تفوق وسمى على أي اعتبارات أخرى، وستظل صلابتنا المجتمعية منطلق قوتنا، فهي أفشلت في الماضي من راهن على تفتيت مجتمعنا وحتما ستفشله في المستقبل. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين، وخلال اللقاء تبادل سموه مع الحضور الأحاديث المتصلة بالشأن الوطني وبما تشهده البحرين من تقدم في المجالات المختلفة. وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالقدرة والكفاءة المشهودة لأبناء البلاد في القطاع الطبي والصحي، مؤكدا سموه حرص الحكومة أن يبقى هذا القطاع دائما متطورا ومؤهلا ومعززا بالخدمات وبأحدث المعدات والأدوية في أفضل صورها، وأن الحاجة لا زالت مستمرة لتطويره ليكون متماشيا ومتناغما دائما مع التطور العالمي في ميدان الطب والعلاج، ليبقى قطاعنا الصحي والعلاجي البحريني دائما وفق أعلى مستوى.